السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وهنا انتوا وكل حبايبكم. النهاردة هنرجع ليكم لمواضيع قديمة كنا بنتكلم عنها وبطلنا فترة، وهنرجع تاني دلوقتي. هنرجع ليكم بأكلة مهمة جدا لزيادة انتاج البيض عند الفراخ، البياضة. والأكلة دي تأثيرها كبير جدا وسريع على انتاج البيض، وفي ناس كتيرة اتكلمت عنها بس في ناس اكتر ما تعرفهاش. كل اللي عليك دلوقتي تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس وتشير الفيديو عند كل حبايبك، وتاخد لفة كده في القناة. لو عندك اي مشكلة في تربية الطيور هتلاقي ليها حل على قناة طيور فوق السطح، ولو ما لقيتش ليها حل مستنيين تعليقك، وان شاء الله في اقرب وقت هنرد عليك في الفيديو او كتابة على التعليقات. وما تنسوش فقرة الرد على الاسئلة في اخر الفيديو. ويلا بينا على موضوع النهاردة وعلى الكلام المهم. علشان تزود بيض الدجاج البياض، في اكلات كتيرة جدا ممكن تساعدك على كده. بس في فصل الشتاء زي الايام اللي احنا فيها دي، احنا بنروح اكتر لاكلات معينة، وهي الاكلات اللي ممكن تدفي الفراخ بالاضافة لانها بتزود الانتاج، لانها ممكن تتقدم ساخنة الاكلات دي، لان الدفى طبعا مهم جدا في البرد ده علشان يمنع الفراخ من التعرض لاي امراض او اي نزلات برد مفاجئة. زي ما الانسان برضو كده بيحتاج لمشروبات دافية واكلات دافية في البرد ده، تلاقي الطيور بتاعتك زي الانسان في الموضوع ده، وبتحتاج دايما للاكلات دي. وطبعا في بعض القواعد اللي لازم يمشي عليها المربي قبل ما يستخدم اي خلطات او اكلات. الخلطات او الاكلات اللي بنقدمها دي مش بتبقى حلول سحرية زي ما بنلاقي دايما في العناوين وفي الكتابات، ومش بتغنينا عن الاهتمام المطلوب بالدجاج، ولا بتغنينا عن باقي الاكلات وتنوع الاكلات. يعني احنا دايما بس بندور معاكم وليكم على حلول مختلفة من الحلول اللي بتساعد على زيادة انتاج البيض. وليه بقى حلول مختلفة؟ علشان اللي عنده حل من الحلول دي يسارع باستخدامه، واللي منفعش معاه الحل الفلاني يلاقي حل تاني متوفر عنده في البيت. لذلك احنا بنكتر لكم من الحلول دي، وبنقول دايما على خلطات واكلات بتزود الانتاج، سواء انتاج البيض او انتاج اللحوم. بس كلامنا النهاردة في الفيديو ده عن انتاج البيض. والبيضة اللي بتبيضها الفرخة بتتكون من قشرة لازم تكون صلبة ومتماسكة، زائد محتوى البيضة من جوه، وهو عبارة عن زي ما كلنا عارفين الصفار والبياض. الصفار والبياض ده بيتكون من البروتين وبعض العناصر الاخرى والفيتامينات. لذلك انت لما بتيجي تتناول البيضة دي، خصوصا لو من فرخة بلدي انت مربيها وعارف مأكلها ايه، لما تيجي تاكلها بتلاقي ان جسمك اخد فايدة كبيرة جدا منها. وجرب معانا كده، لو عندك طفل صغير سنانه بتطلع او نموه مثلا في مشاكل، جرب وديله بيض من البيض اللي انت مربيه ومربي الفراخ اللي بيضته، وطفلك ده هتلاقيه سنانه طلعت ونموه اتظبط بسرعة وسنانه كبرت بسرعة. لذلك احنا لازم نهتم مش بس بزيادة انتاج البيض، بل كمان بجودة البيضة وقيمتها الغذائية. لذلك احنا دايما بنروح للاكلات الطبيعية وبنبعد عن الادوية، علشان كل اللي هتديه للفرخة هيرجع لك لحم وبيض مفيد او مش مفيد بقى على حسب اللي بتديه للفرخة. يعني لو بتديلهم كيماويات هتلاقي اكيد نسبة منها في تكوين البيضة، وهتتناول الكيماويات دي مع البيضة. هتديهم اعشاب طبيعية هتلاقي نفسك بتتناول الاعشاب دي في صورة البيضة، وهكذا. فلذلك لازم نهتم مش بس بالكمية، بل كمان بالقيمة الغذائية للبيضة. ومع الاهتمام بالقيمة الغذائية للبيضة، لازم نبص برضو للانتاج. والاكلة النهاردة اللي هنقدمها، في بعض من الناس بتقدمها باردة، بس احنا بنفضل نقدمها ساخنة في الصباح. والاكلة دي هي الشعير المحمص. بيتقدم الشعير المحمص كوجبة صباحية مشبعة، ويفضل يكون دافي زي ما قلنا. وباقي اليوم بقى ممكن تنوع في الاكل اللي بتقدمه للفراخ، وطبعا تنوع من الاكل
على حسب بقى زي ما انت عايز، عندك اكلات مثلا خضروات، ذرة شامي، ذرة رفيعة، قمح، كرنب، خس، بواقي سمك، عظم او شوك او احشاء. تنوع بقى اللي عندك للفراخ بتاعتك باقي اليوم، بس تبدأ لهم صباحا بالشعير الساخن كوجبة مشبعة متكاملة، مفيش حاجة جنبها في الصباح غير طبعا المية. بكده انت ضمنت انك تبدأ يوم الفراخ بتاعتك وهم صحتهم كويسة ودفيانين وفي استعداد كبير لليوم ولأي برد محتمل ممكن يجي. الشعير ده مفيد جدا في زيادة انتاج البيض لانه بيحتوي على فيتامينات كتيرة متعددة زي الدهون والدهون المشبعة، طبعا دي عناصر مش فيتامينات، الدهون والدهون المشبعة والألياف والكربوهيدرات والسكر والبروتينات، كل حاجة من دول بتفيد لوحدها. الدهون مثلا بتدفي الطائر جدا لأنها دهون نباتية مفيدة وملهاش أضرار، والألياف بتساعد على الهضم وبتكنس البطن وبتمنع الأكل من إنه يتخزن في بطن الطائر وعلشان يتبين الطائر بشكل سليم، والكربوهيدرات والسكر بيدوا طاقة لتعويض المفقود من الطاقة، وطبعا بيزودوا درجة الحرارة وبيدفوا لأن الطاقة بتزود درجة الحرارة وبتساعد الطائر على الدفء. أما البروتينات وهي النسبة الأكبر في الشعير، دي هي اللي بتساعد على تكوين البيضة بشكل جيد وبتزود إنتاج البيض. بعد ما تستمر على تقديم الشعير لمدة أسبوع مثلا، هتلاقي نفسك بعد ما تستمر صباحا مثلا كل يوم لمدة أسبوع هتلاقي أثر ده على الفراخ بتاعتك وهتدعي لنا. بس زي ما قلنا هو مش سحر، لازم نهتم بكل النواحي والأكلات التانية والنظافة والنظام في المكان والتهوية والشمس وكل حاجة علشان نبقى ضمننا بإذن الله ما يحصلش مشاكل معانا والإنتاج يفضل عالي وكمان البيض يكون مفيد جدا عند الأكل. ندخل بقى على فقرة الأسئلة السابقة والرد عليها، وجالنا سؤال من الأستاذة صاحبة الأكاونت اللي اسمه سيدة نفسي، بتقول إنها عندها ديك أعمى من عين واحدة والعين التانية عادي، هل من حل أخي أم أن الطريقة التي في الفيديو تنفع؟ وده كان سؤال على فيديو لعلاج أمراض الدجاج، علاج أمراض أعين الدجاج، وبنسألها طبعا عشان نكون واضحين في الإجابة لو العين مقفولة تماما ولا مفتوحة ومش بيشوف. لو مقفولة تماما فالعلاجات اللي على الفيديو دي هتنفع بإذن الله لأنها علاجات للعين المغلقة للدجاج، أما لو مفتوحة وهو مش بيشوف فده يعني في الغالب كده تماما ملوش علاج غالبا، بس برضو نعالج بنفس الطرق، احتمال تنفع واحتمال تصيب ويكون خير بإذن الله. تجرب القطرة والمضادات الحيوية اللي قلنا عليها وبلاش نيأس ونستمر في علاج الطيور. بكده يبقى خلصنا فيديو النهاردة، ما تنساش تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وتاخد لك لفة في القناة، اكيد هتلاقي فيديوهات كتيرة تخصك وتخص كل مربي الطيور، ونشوفكم على ألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.